عمري رئيس المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام. بما أن المرصد من اختصاصاته في القانون تتبع وفضح كل الخروقات التي تطال المال العام، اليوم نتواجد بمنطقة عين عتيق بالضبط بالنويفات تابع لجماعة عين عتيق. صراحة تفاجأنا بمجمع صناعي إن صح التعبير. هذا المجمع هناك شبهة يعني عشوائي يعني غير مرخص، ربما ما بين 15-14 مجازة بدون ترخيص، والغريب في الأمر أنهم مدوزين لهم الزفت. احنا نتفاجأ بهذا المجمع الصناعي، ومن هذا المنبر نطالب سيد عامل عمالة صخيرة تمارة التدخل لفتح تحقيق في الموضوع وترتيب الآثار القانونية. هو حقيقة أنا اللي كنت فاجأ هو أنه واش هذه المنطقة صناعية ولا منطقة فلاحية. إذا كانت منطقة صناعية نعرفوها صناعية، كانت فلاحية نعرفوها فلاحية. ما عرفناش حنا كاين واحد الزف عمراني كبير على هذه المنطقة هذه، وهذا الشيء ماشي في صالح الدولة، ماشي في صالح مصالح المجتمع، لأن كل حاجة خصها تكون في الموضع ديالها. هادشي كحقوقيين صراحة كيضرنا في الخاطر ديالنا. مع العلم كتشوف بعض المواطنين ساكنين في دور الصفيح كيزيد غير طواليط، كيجي للسلطة كيجيو كيريبوا ليه. والحال أن في هاد المنطقة بالضبط السلطة المحلية ناعسة على ما أظن، دونك خاصهم يحركوا على الأقل، يحركوا المتابعة القضائية إن فعلا إن كان هناك خرق للقانون. معكم سعيد سعود الكاتب العام للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام. ومن اختصاص ديالنا ومن الأهداف ديالنا هي الرصد وتتبع وفضح كل الخروقات اللي تطال المال العام، ومنها هذا البناء العشوائي اللي كنلاحظوا بدون ترخيص. هناك شبهة في هذا البناء هذا، بالخصوص هذا البناء اللي في جماعة عين عتيق، اللي شنقول لكم ان هذه الجماعه ما شان المسؤولين غائبين على مدينه تمارا بعمالات صخيرة تمارا بصفه عامه. كنشوفوا ان منهم الفضح اللي فضحنا مؤخرا والبيان اللي شرنا ليه مؤخرا في مدينه الصخيرات الدوار ولاد عثمان، في خلق واحد البناءات عشوائيه اللي هما كنقولوا كما كنقولوا لهم مجازات، بالتواطؤ مع السلطة. أي حاجة كتوقع فهي بالتواطؤ مع السلطة، لأن شنو الدور ديال المقدم، وشنو الدور ديال القيد، وشنو الدور ديال الشيخ، وشنو الدور ديال رئيس الدائرة. إذن هادو ملي كنشوفو بحال هاد الخروقات هادي اللي كتوقع، إذن هادو بحال ما عندهمش دور. إذن هناك حنا كنقولوا شبهة في الرشوة، كي غتكون رشوة إذن ما واحد إنسان كيغطي على واحد الحاجة اللي هي غير قانونية، إذن هناك رشوة. وملي كنشوفوا مواطن عادي كيبغي يتوسع مع وليداته، عنده بيت قفز كيبغي يتوسع مع وليداته، كتجيو تريبوها ليه فوق راسو وتقولوا بداو تصوروا وتقولوا شنو درنا وشنو الإنجازات اللي حققنا، وعلاش ما جوش تريبوا بحال هاد المكازات اللي بدون رخص؟ علاش؟ وعلاش ما تريبوش هذوك المكازات اللي حنا شرنا لهم بيان في الصخيرات؟ علاش؟ إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.